بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أرجوكم التركيز على هذه الحلقة، أرجوكم نشر هذه الحلقة قدر المستطاع. والله هزلت أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة اللي بفضل الله سبحانه وتعالى حكمت العالم أكثر من 1000 سنة بالعدل وبالإحسان، صار يعني من يتحدث فيها ومن يعلمنا الدين ومن يعلم عيالنا وبناتنا الدين العاهرات والصيعات والضيعات، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي قاعد يحدث في هذا الوقت. إذا إحنا ما تحركنا ونصرنا ديننا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فخلاص علينا السلام، علينا احنا رايحين في 60 داهية وبنروح اكثر واكثر واكثر. شوفوا معي هذا المقطع حق واحدة من الصايعات اللي موجودين ويتصدرون للأسف المشهد في السوشيال ميديا. شوفوا ايش تقول وراح ارجع علق. اذا انت مؤمنة ايمان كامل ومقتنعة اقتناع شديد انه انا اغضب خالق السماوات والارض الرحمن الرحيم باني اكشف عن بعض اجزاء جسدي وما اتحجب، فانا ارى العكس تماما. انا مؤمنة ايمان كامل ومقتنعة اشد الاقتناع بانه الله الرحمن الرحيم لا يغضبه ان تكشف امرأة عن أجزاء من جسدها أو إنها تشيل حجابها. شفتوا معي أعزائي المشاهدين؟ لا تقولون لي والله ما عليك منها، لا تقولون لي والله هذا كلام وهذه صايعة وختولي. والله إن الآن أغلبية شبابنا وأغلبية بنات المسلمين يأخذون الدين والعلم من هالأشكال. إخواني الأفاضل، الإلحاد زايد، كره الدين زايد، التفلسف في الدين زايد، كل يفتي. الطفل طفل 8 سنين قام يفتي في الدين بسبب زيادة هالظاهرة، ظاهرة الصيعات الضيعات، الناس الحبربش، الناس اللي ما يسوون للنعال يطلعون يفتون يتكلمون في الدين. هذه الإنسانة طالعة تتكلم، ولعلمكم كلامها فيه كفر والعياذ بالله، تتطاول على الله وتقول أنا مؤمنة إن الله لا يغضبه إن المرأة تطلع أجزاء من جسمها. يعني أنت تبين تعلمين بناتنا إن البنت لما تكون عاهرة ورخيصة وتطلع جسمها وتطلع مفاتنها للشباب هذا عادي عند الله؟ قاعد تتطولين على الله والعياذ بالله. هل تعلمون يا ناس إن هذا الكلام فيه كفر؟ كفر. قاتلكم الله ما أنجزكم، من وين طالعين؟ الله ما يغضبه. الله يقول لنا في القرآن يا بنات يا نساء المسلمين تحجبوا، وانت تيجي تقولين الله ما يغضبه؟ عادي عادي طالعين صدرج، وكلكم عارفين هالصايعة شو تسوي، تترقص تطلع مفاتنها، 3/4 جسمها ظاهر، رخيصة، بعت جسمك لكل الرجال، الله ما يغضب هالشيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لكم الحرب شرسة على الإسلام، الحرب شرسة على الحجاب، والحرب شرسة خاصة على بنات المسلمين. وللأسف ديوثين خنازير مخنثين يطلعون يقول لك والله أنت ليش تركز، وليش تركز على البنات، وليش تركز على الحجاب؟ ليش أركز؟ إذا أنت خنزير ديوث، أنا رجل عندي غيرة. إذا أنت عديم الغيرة يا خنزير يا عديم الشرف، إحنا لا، إحنا المسلمين عندنا غيرة على بناتنا. لابد تعلمون أعزائي المشاهدين أن تركيز أعداء الإسلام على البنات مش بلاش. أنا قلت لكم في حلقات سابقة اللي ما يغار على زوجته وما يغار على بنته وتنزع الغيرة منه فأوتوماتيكيا لن يغار على الإسلام ولن يغار على المسلمين وعلى الأوطان، مثل الكلاب. الحزب الكوهيني باعوا
الدين وباعوا اوطانهم. وشوف الان قاعدين يطبعون مع الصهاينه وقاعدين، لانهم اساسا قوادين ما غاروا على بناتهم من الشر والفحشاء والمنكر. فالتركيز على البنات اخواني الافاضل هو هدم للمجتمع. اذا الام ضاعت العيال ضاعوا، اذا البنت صاعت فحط في بالك، اذا بنات المسلمين صاعوا حط في بالك ان هناك اجيال راح تطلع عبارة عن خنازير صايعين ضايعين. الام هي اساس المجتمع، المرأة هي اساس تربية الرجال. هالصايعة الضايعة تطلع تقول لكم عادي افصخوا حجابكم، الله انا مؤمن ان الله لا يغضبه ذلك، عادي انت تترقصين الله ما يغضبه، حسبي الله، هذا كفر، هل تعلمين ان كلامك كفر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا معاي هذه الفاشينيستا الفاكينيستا ايش تقول، وراح نرجع نعلق. انا meditate and I pray، يعني بالنسبه لي انا ما اخذ الموضوع اللي درسناه بالكتب، لا انا كاني اكتشفت الصلاه اليوم، اكتشفتها بمفهومي واسويها باللي اقرب لقلبي باي طريقه، ما يهم من اي شيء، اي احد ناس يقول حط يدك هنا حط يدك هنا، انا بسوي الصلاه اللي انا احس نفسي قريبه من الله فيها وخلاص. واي كونكت وذ ماي سيلف اند وذ جاد، احس انه من جد يساعدني هالموضوع. ودائما لما احس اني كذا مستعجله على الحياه، مستعجله على الشغل، نعم احنا ما قاصرنا الا هالاشكال يطلعون يقولون لنا انا اصلي على مزاجي، انا ما اصلي بالطريقه اللي انتم تعلمونا فيها، ما ادري ايش قالت، do it myself with God، وتتكلم كأن الله والعياذ بالله واحد قاعد من الشباب في الشارع، حسبي الله ونعم الوكيل على قلة الأدب. هذا اللي قاعد ينتشر الآن في وسائل التواصل، وهالأشكال يستضيفونهم في بعض القنوات والتلفزيونات ويروجون لهم. اصبروا الآن تطلع أجيال. أنتوا تفكرون هذه اللي قالت لكم أنا إيميتيت وأنا أصلي على مزاجي والصلاة لا، يعني أنا علاقة وما علاقة، وأنا طبعا ما حطيت المقطع كامل لجل عدم الإطالة. ترى في بناتكم قاموا والعياذ بالله يقتدون بهالأشكال، بناتكم شبابكم فعلا الآن تسأل بنت عمرها 13 14 سنة والله ما تعرف تصلي، ما تعرف تصلي بسبب انتشار هالأنجاس هالنجسات القذرات في السوشيال ميديا، واحنا ساكتين وسامحين لهم. وكثير من العلماء بما يسمى علماء لا حد قام يطلع، ما حد قام يحذر. تلفزيونات عندنا للأسف في الدول العربية خبر خير، بالعكس تلفزيونات والقنوات في الدول العربية هي اللي قاعد تزيد الفحشاء والمنكر. وانتوا يا أهل الخير خلكم راقدين، روح فر كبير، روح فر بير، حسبي الله عليك وعلى شكلك وعلى التخلف اللي انت فيه. ما كلم، احنا محتاجين هجوم شرس وقوي وجهاد في سبيل الله من اهل الخير ضد هالصايعات الضيعات اللي قاعدين يعلمون ويخربون بناتنا ويتطاولون على الله. الاولى انا انا انا, أنا اقول لكم الاولى كلامها كفر، كفر، تتكلم بالنيابة عن الله وتفتري على الله ان الله لا يغضبه ان المرأة تطلع عريانة، وهذه تقول لا 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 اي صلاتكم اي كلام، انا اصلي على مزاجي. ديننا اللي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علمنا اياه، الله نزل لنا القران، هذه كي اخرتها هالصايعه الضايعه تقول انا اصلي على مزاجي ولا لا لا، تعبالكم عيالكم ما يتاثرون؟ والله يتاثرون عيالكم. الالحاد زايد يا ناس، الالحاد زايد، هروب بناتنا للغرب زايد، كره بناتنا للإسلام وللحجاب وللشرف وللعفة زايد. بنات الإعداد يقولك أنا خاطري، تقولك أنا خاطري أطلع فاشينيستا، يعني بالعربي خاطري أطلع عاهرة شرموطة، لأن من يتصدر المشهد عندنا في الوطن الإسلامي هالنجسات هالقذرات اللي كل ليلة ترقد مع واحد، حسبي الله نعم الوكيل، هاي أخرتها. صرنا نتطاول على الله ونتطاول على الدين ونتفلسف في الدين، والله ارجع لمقاطع أخوكم القديمة، فعلا فعلا صار من يفتي الرقاصات والعاهرات والفنانين والقوادين والمخابرات، من الكل واحد مربي للحية المخابرات من بما يسمى دعاء وعلماء.
حذرناكم من السنين ولا زلت أحذر ولا زلت أحذر. لابد إخواني من التحرك، تحركوا، سووا شيء، كل واحد يسوي شيء على قده. رجال الأعمال تكاتفوا، تعبنا وإحنا نص، والله ما نبي منكم شيء، اخدموا دينكم، اخدموا دينكم. إلى متى أنتوا راضين؟ وآخر شيء يطلع واحد يقولك يا أخي ليش الله ما ينصرنا؟ ليش الله مخلي الغرب يتحكمون فينا؟ لأن إحنا ما عندنا أي خيرة على ديننا، إحنا على أتفه الأشياء ما نتحرك. حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مما يحدث. يرضيكم؟ يرضيكم؟ أنا ما عندي أي تعليق زيادة، أتمنى رسالتكم وصلت.